غالي الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة لو 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 لا لي لو 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 لا لي الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة دائما بنطل عليكم من دمشق عاصمة الياسمين بمحطات عديدة ومتنوعة وضيوف اختصاصيين. قبل ما نبدأ محطاتنا لليوم تحتنا دائما وأبدا لصناع وحراس الأمان على الأرض السورية أبطال الجيش العربي السوري. صباحكم عز ونصر ويسعد صباحك نور. يسعد صباحك سلمى وصباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية اللي انضموا ليرافقونا برحلتنا الصباحية لليوم. بنطل عليكم كل يوم على وقع انتصارات رجال الجيش العربي السوري من قلب عاصمة الياسمين دمشق لنرصد واقع الحياة في سوريا وجميع النشاطات والفعاليات في سوريا والعالم. رحلتنا الصباحية بلشت لكن كالعادة بنبتديها بعد الفاصل. يعني مثل العادة رح نبدأ صباحنا لليوم بشوية مجموعة من المعلومات الغريبة واللي يمكن رح نتعرف عليها للمرة الأولى بتقرير هل تعلم؟ معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا منحب نتذكرها ومعلومات منجهلها منحب نتعرف عليها. هل تعلم أن التفاؤل يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب وبنسبة 30%؟ وهل تعلم أيضاً أن مسامحتك للآخرين تجعل عقلك أكثر صفاءً؟ وهل تعلم أن طول لسان الزرافة يصل إلى نصف متر تقريباً؟ وأخيراً هل تعلم أن شعورك الدائم عند خروجك بأنك نسيت غرضاً لكنك تجهل ما هو غالباً هو علامة من علامات الاكتئاب؟ نور، من المعلومات اللي مرقت معنا بأنه المصافحة بتجعل الإنسان أكثر صفاء وحتى تفكيره بيكون أكثر صفاء. يمكن نحن هذا الشيء بيميزنا الصبح باعتبار أول شيء بتبلشي فيه الصبح هو الابتسامة اللي بتزرع التفاؤل، المصافحة مع الأشخاص. أكيد سلمى، لأنه هي تبادل المحبة والمشاعر الحلوة فعلا، يمكن إن بيعطيكي شوي من الأمل بين الناس، خصوصا نحن بسوريا بتعرفي مجتمعات عاطفية، مجتمعاتنا العربية يعني العربية بشكل عام صفح طلع في فائدة من هاي دائما يعني لو بتشوفي الشخص كل يوم بدك ترجعي تسلمي عليه، نوع من المحبة والتعبير عن المحبة لإله. أما هلأ خلينا ننتقل لتقريرنا تسلط الضوء على أبرز الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم ب 11 نيسان. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ
وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1814 نابليون بونابرت يتنازل عن العرش للمرة الأولى، وفي عام 1919 تأسيس منظمة العمل الدولية، وفي عام 1970 مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إلى الفضاء، وفي مثل هذا اليوم من عام 1986 مذنب هالي يدخل لمدار يعد أقرب نقطة إلى الأرض. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1938 عبد الرحمن الأبنودي شاعر مصري. أما أبرز الشخصيات التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1856 خوان سانتا ماريا البطل القومي لكوستاريكا. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. يسعد صباحكم. نور، مثل ما تابعنا من شخصياتنا لليوم هو شاعر عرف بأنه من أبرز شعراء مصر يلي كتبوا الأغنية المصرية باللهجة العامية، تجاوزت حدود إبداعاته مصر لا تتخطى العالم، فالكثير من المطربين غنوا أغاني. الراحل عبد الرحمن الأبنودي ومحطات من حياته بالتقرير التالي. عبد الرحمن الأبنودي يعتبر من أشهر شعراء العامية في مصر. ولد في 11 من نيسان عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر، وانتقل إلى مدينة قنا وتحديداً في شارع بني علي، حيث استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها. هو متزوج من المذيعة المصرية نهال كمال، وله منها ابنتان آية ونور. من أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد، ومن أشهر كتبه كتاب أيامي الحلوة، نشره في حلقات منفصلة في ملحق أيامنا الحلوة، وفيه يحكي الأبنودي قصصاً وأحداثاً مختلفة من حياته في صعيد مصر. كتب الأبنودي العديد من الأغاني للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة وشادية وصباح وماجد الرومي ومروان خوري والكثير غيرهم، كما كتب حواراً وأغاني فيلم شيء من الخوف وحوار فيلم الطوق والإسوارة، وكتب أغاني فيلم البريء. حصل الأبنودي على جائزة الدولة التقديرية لعام 2001، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصري يفوز بجائزة الدولة التقديرية. كما نال الأبنودي جائزة محمود درويش للإبداع العربي لعام 2014، وتوفي عصر الثلاثاء الموافق ل 21 من نيسان عام 2015. أما هلأ سلمى، مساحتنا الأولى رح نفردها للغة الروح، الموسيقى ومحرك المشاعر والأحاسيس والتي تدخل في تشكيل الهوية الثقافية. ماذا لو تعرضت الموسيقى للتشويه الثقافي من الناحية السمعية؟ هي الأسئلة رح نتعرف على أجوبتها مع المايسترو أندري معلولي عميد المعهد العالي للموسيقى. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك على الشاشة الأخبارية السورية. يسعد صباحكم وصباح جميع المشاهدين، إن شاء الله هيك صباح خير وأمل جديد بسوريا. يا رب. إن شاء الله يا رب يسعد صباحك ماسرة عن جديد. بداية خلينا نبدأ من المحاضرة الأخيرة لحضرتك يلي كانت بالمركز الثقافي بأبو رمان التنين الماضي، حكيت فيها عن الذائقة السمعية. نحكي شوي شو بيأدي وكيف هلأ عم بتشوف الذائقة السمعية حاليا؟ الواقع المحاضرة كانت بعنوان الغزو الموسيقي والتشوه السمعي، واللي وضحت من خلالها مفهومي للتشوه السمعي، لأنه اليوم منروح دغري لتفسير المعنى بشكل حرفي دون الانتباه للمضمون الأساسي. للمضمون اليوم أنا برأيي أنه الموسيقى هي شيء كتير مهم بالحياة، واليوم بتساعد الأشخاص
بعملهم كموسيقيين أو حتى إذا كانوا هن الأشخاص ما لهم علاقة بالموسيقى لا من بعيد ولا من قريب. فهي عامل مؤثر. حكينا كيف الموسيقى بتدخل بكل شيء بالحياة، يعني عبارة عن موجات بتكون متناسقة متسلسلة متداخلة، ممكن تكون في الماء وفي الهواء وحتى على الأرض. فهي هيدي الذبذبات والموجات التي بتتلاطم ضمن الحياة اللي نحن منعيشها هي بتأثر على باطن الإنسان من خلال هالموجات هي اللي بتنعكس على شخصيته وعلى عمله ضمن حياته اليومية. هذا في حالة عامة. فالموسيقى اليوم كتير كان ضروري نشرح كيف آلية عملها، كيف آلية تأثيرها، ونشرح مضمون وجودها ضمن الحياة واستخدامها بطريقة صحيحة. هون أنا أصدت بالتشوه السمعي. التشوه السمعي مو دائما بنقول إنه هو عبارة عن الموسيقى هي من التهمة إنه هابطة، وهي من التهمة إنه سيئة، وهي من التهمة. أنا برأيي إنه الموسيقى جميلة بكل أنواعها واختلافها ولكن إذا تم استخدامها في المكان والزمان المناسبين. يعني لكل زمان ولكل مكان موسيقى خاصة به. وهي نقطة مهمة يمكن مايسترو، كثير مهمة. أنا مثلاً لأنه في أنواع كثير، بس طبعاً هي بالمكان الصحيح مثل ما قلت وبالمكان المناسب. يعني مو معقول يمكن نسمع طقطوقة على مسرح مثلاً أوبرا. يعني هون الهدف الأساسي. دائما بستشهد بمثال اليوم، أنا إذا متواجد بحفل زفاف أو بسهرة خاصة أو مناسبة، مو ممكن إنه أحط سيمفونية بيتهوفن وأسمعها. فهذا اسمه تشوه سمعي. لأن تشوه سمعي ليش؟ لأنه هي انوجدت هيدي الموسيقى بما غير مكان المناسب وبغير زمان المناسب. ولكن حتى لو أنا أنجذب إلى الموسيقى الكلاسيكية صرنا نشوف العكس مايسترو. يعني صرنا نشوف في كتير عالم حاليا عم يضغى هذا النوع، مو بكل الأوقات، يعني مو بالوقت المناسب مثل ما قلت. الخطورة هون لما يعني أنا وقت بقول إنه نفس الوقت لما بكون أنا بعرس أو بعيد ميلاد أو بكذا ما فيني أسمع سيمفونية بيتهوفن لأنه إلى مكانه وزمانه الخاص. بنفس الوقت ما ممكن أنا أكون عم سوق سيارة وحاطت موسيقى ميتال أو الأغاني الصاخبة اللي هي بتعمل تأثير على الجملة العصبية، وبالتالي قد يحدث معي أي خطأ أو حادث. فاليوم استخدامها بطريقة صحيحة، أو أنه مثلا بعض الطلاب اللي بيدرسوا على الموسيقى أو بيدرسوا على موسيقى فيها كلمات، عمليا مباشرة العقل بده يتجه لتحليل الكلمة وتشتت عن موضوع الدراسة. أما إذا تم استخدام موسيقى معينة مع الدراسة، موسيقى دون كلمات، موسيقى وبصوت منخفض بحيث تكون هي عبارة عن لون عم تعطي جو معين، فهذا بالعكس بيساعد على التركيز، وبتمنح ذبذبات معينة للعقل وللقلب وللفكر لما تكون هي موسيقى صحيحة. وبالبداية نحن قلنا بالمقدمة هي بتشكل الهوية الثقافية، والموسيقى هي اللغة الوحيدة اللي يمكن اللي بتوحد جميع الشعوب. اللي بدي أسألك عليه مايسترو بالمحاضرة، كيف يمكن حاولنا نحدد هاي النقاط الأساسية بطريقة يمكن سلسة وسهلة للموجودين؟ لما أقول إنه أنا عم أحكي عن الموسيقى هي اختلاف بجميع الفئات وبجميع المستويات، لكن هي جميلة بس لما يكون في مكان مناسب لإلها وبالوقت المناسب. تمام. مثل ما حكيت بلشت حديثي، لما نحن وضحنا قديش الموسيقى مهمة، استخداماتها قديش مهمة، كيف نقدر نحن نختار الموضوع الموسيقي بشكل عام، كان هدفي كله من المحاضرة، واللي هي عبارة عن شيء بتخيل لازم يستمر لنوضح الأمور بشكل كتير منيح لنقدر نستفيد من أهمية الموسيقى. نحن ما عم نستفيد غير بجزء بسيط جدا من فوائد الموسيقى. حكينا على أنواع الموسيقى وأنه هاي الأنواع كلها إلى تأثير بالنفس. يعني من لحظة مثلا حكينا عن أشخاص بيفوتوا على حفل موسيقي اليوم، إذا مثلاً عبارة إذا فينا نقول إنه شبهنا رجل مثلاً يستلقي على الشاطئ ويستمتع بالأمواج البحر الهادئة الدافئة السلسة الرقراقة،
كل هذه يعني منشبه هذا الإنسان بشخص يستمع إلى موسيقى هادئة جميلة هادفة. لما نشوف إنه شخص مثلا عم بأمواج غير منتظمة وغير منتظمة الحرارة، غير منتظمة التماوج إلى آخره، منشبه هذا الإنسان بإنسان يستمع إلى موسيقى صاخبة. فهي هي العلاقة اليوم، العلاقة والتفاعل، عنصر المد والجزر اللي بيصير بداخلنا نحن من خلال ما نسمعه. توجهنا إلى التعريف عن موضوع الموسيقى الروك والهارد روك والميتال والهيفي ميتال. يعني هي إذا نحن بنفسرها بالعربي عنا يعني الموسيقى الهارد روك، الموسيقى الروك القاسي، والأسيد روك جاي من الأسيد. يعني هون نحن بنفسر الكلام لنفهم شو نحن عم نسمع. وهذا الموجة المتجهة، والهيفي ميتال المعدن الثقيل، والديث ميتال يعني معدن الموت. فنحن عمليا عم نسمع موسيقى وهلأ دارجة بشكل كثير كبير، إلا تأثيرات قاتلة، تأثيرات كثير كبيرة. هلأ أنا اليوم ما بقدر بمنعها ضمن ظروف العولمة أو الشيء اللي عم بيصير وعم يوصل لعنا، ما فينا نمنعها، إنما فينا نوضح هيدي الموسيقى. دائما أنا ضد أنه أمنع شيء، بس اليوم مفروض أنه وعي هذا الموضوع. فشبهت لهم الموضوع الموسيقي بالنسبة لي، حتى خاصة الموسيقى الميتال والروك واللي فينا نحكي نحن تماما هلأ إذا بتكون على مدارة تماما كيف بتصير، بس انه شبهتها بغرفة مظلمة وفيها حفرة. اليوم اذا كنت انا بعرف هيدا الغرفة تماما، فانا قادر اتجول ضمن الغرفة واتجنب الحفرة رغم ظلم هذه الظلام الموجود في هذه الغرفة. بس اذا ما كان عندي علم بهذه الغرفة، فمن الاكيد او الارجح انه انا اقع ضمن هذا الجورة. فنحن اليوم إذا كانوا أولادنا، إذا كانوا الأشخاص العالم عندهم علم بكل موسيقى وكل وكيف فائدتها وشو مخاطرها، فاليوم نحن ما في مشكلة معناتها حتى لو سمعنا هذا النوع من الموسيقى، فبيضل بمثابة التسلية، ما بيجذبنا، لأنه هذا النوع من الموسيقى الروك والميتال والهيفي ميتال وكذا هي مخدر. الاعتياد عليه بيصير عنا نوع من المخدرات، من الإدمان على هذا، مثل الإدمان على المخدرات، الإدمان على هذا النوع من الموسيقى يلي بيأثر على الجملة العصبية، على الـ على الـ على الإدراك الإنسان، بيأثر على القلب نتيجة الضربات النبضات الموسيقية اللي بتكون هي معاكسة أصلاً لضربات القلب، وهذا بيؤدي إلى زيادة إفراز الأدرينالين وأيضاً إلى تسارع ضربات القلب، إضافة إلى الجملة العصبية نتيجة الأضواء اللي بتنحط بهيك حفلات. فمنشوف نحن إنه بهي الحفلات اللي عم تصير، اللي هي بتصير بالعلن وأحيانا بتكون سرية، أي شخص بينتج عنه أي عمل هو غير مدرك له وخارج عن إرادته، لأنه هيدي الموسيقى حتى بتبث رسائل بنسميها رسائل الخفية، اللي هي بتخاطب أصلا العقل الباطن، ما بتقدر الحواس الخارجية تسمعه أو تحلل هيدي الرسائل، هي رسائل بتكون منسوخة بشكل عكسي. فنحن اليوم نستقبل هيدي الرسائل، نستقبل الأغاني، وحتى أحيانا منرددها رغم أنه ممكن ما نفسر الكلمات تبعه. فهذا الشيء كلياته عبارة عن أنواع من الموسيقى اللي بتجذب فئة عمرية معينة نتيجة شيء معين. دائما الموسيقى بتصدر نتيجة شيء، نتيجة لحدث، نتيجة لظرف معين، فبتنتج هيدا الموسيقى اللي هي ظهرت بخمسينيات القرن الماضي. يعني فنحن عمليا هيدا الموسيقى لازم نعرف شو هي وشو بتعملنا وشو كذا لحتى نقدر نتجنبها، أو تكون موجودة ضمن فترة معينة أو ضمن مناسبة معينة وتكون فقط للتسلية. فاليوم حتى استجابة الأشخاص للموسيقى تختلف. صحيح. يعني قد واحد يقول لك انا بسمع فيروز الصبح، بقول لك انا ما بقدر سوق وعم بسمع فيروز بتوترني مثلا. بيجي شخص ثاني بيقول لك لا انا بحب اسمع فيروز المساء. انا بحب اسمع موسيقى كلاسيكيه الصبح. يعني كل شخص اليوم بتاثر بنوع معين بيختلف عن الشخص الاخر استجابته للموسيقى. يعني نحن ممكن نقول نحن كلياتنا قاعدين عم نسمع عمل موسيقي هلا ياثر فيه بطريقه غير ما ياثر فيكم مثلا، أو إذا بدنا نفسره نعطي تفسير للعمل الموسيقي، واحد بيشوفه بحر، واحد بيشوفه شجر، واحد بيشوفه، فهذا شو بتعكس؟ بتعكس حالته النفسية هو خلال اللحظة اللي عم يستمع فيها إلى العمل الموسيقي.
هو انعكاس لما يجول داخله وفي نفسيته وبيطلع بلغة اللي هو قدر حس فيها. فالموسيقى اليوم بتأثر. أنا كنت أعمل كنا نكون بحفلات موسيقية، شوف أنا وعم على المسرح أشخاص إنه ناموا نايمين بالحفلة، أنا ما كنت أتضايق، بقول إنه قديش أثرت الموسيقى فيهم، معناتها إنه صار في تأثير. هلأ التأثير منه نفس النسبة على كل الناس، تختلف صحيح، بس أثر واحد ممكن يأثر يوتره، واحد خلاه ينام. فهذا الموضوع اليوم تأثيرات الموسيقى كتير كبيرة وكتير عديدة، والموسيقى بتأثر على الجماد والنبات والحيوان والهواء يعني بأي شيء منلاقي فيه موسيقى. حتى نحن تقول للعالم أنه بغض النظر أنت بتحب موسيقى ولا ما بتحب الموسيقى، نحن هلأ لما عم نحكي في عنا لحن للسؤال إشارة الاستفهام، ولحن لإشارة التعجب. إذا الموسيقى داخلة بحياتنا، القلب ينبض بإيقاع موسيقي معين، نحن لما بنمشي بإيقاع موسيقي منتظم. كل هاي الأمور داخلة بحياتنا وبتكويننا، لأنه هي جزء من كياننا. فالموسيقى هي داخلة بكيان كل إنسان بطرق معينة مختلفة، بس هي موجودة بكل شخص. فهذا كان محور نركز عليه اليوم، أنه إذا هذا المكون اللي اسمه موسيقى موجود بكل نفس بشرية، عندما يكون بالمكان المناسب، لما يكون بالمكان المناسب بالوقت المناسب بيكون انعكاساته أجمل. أكيد. دائما أكيد طبعا. طيب مايسترو، بما أنه حضرتك حكيت وفندت كتير من تأثيرات الموسيقى وقلت أنه هي بتختلف بين الشخص العادي، بين الأشخاص وحتى بين الموسيقيين نفسهم، يعني تأثير الموسيقى عليك كموسيقي يختلف، يعني أكيد إنك بتسمع الموسيقى بتسمع ردات الفعل بتشوف شيء مختلف. اليوم كيف فينا نوظف هاي التأثيرات باعتبار حضرتك قمت بدراسة كبيرة على هذا الموضوع؟ التأثيرات قصدك التأثيرات الجانبية اللي بتصير طبعاً. بتصير نحن اليوم لما بنقدر نوصل لمرحلة نقدر نستخدم فيها الموسيقى بحياتنا كوسيلة لتدعيم العمل. يعني نحن إذا بنرجع هلأ لبعض الاستنتاجات أو بعض المؤتمرات العالمية والأبحاث العلمية اللي صارت مؤخراً اليوم، منشوف قديش الموسيقى اليوم دخلت بكل مجريات الحياة، بكل مفاهيم يعني حياتنا. اليوم صار عم يصير في عمليات جراحية عن طريق التخدير بالموسيقى. اليوم العلاج النفسي كامل بالموسيقى. العلاج النفسي طبعاً هذا قديم وبنعرفه وكذا، بس هلا عم تطلع شغلات جديدة اليوم، إنه مثلاً موسيقى موتسارت تحديداً للأطفال، الاستماع لموسيقى موتسارت للأطفال بيزيد عدد تلافيف الدماغ المسؤولة عن الذكاء. اليوم نلاحظ أنه الأطفال اللي بيسمعوا موتسارت عندهم قدرة على حل المعادلات الرياضية بشكل أسرع وأكبر من الأطفال اللي يعني كل أبحاث اليوم عم تطلع. في موسيقى يمكن بتأثر عليك بشكل كتير إيجابي لتخفض التوتر اللي بنعيشه اليومي، يعني التوتر الاجتماعي والاجتماعي. يعني نحن اليوم بنحكي أحيانا العالم تضحك، بس إنه هو هذا برا وجع الظهر بحب يوصفوا له نوع أنواع معينة من الموسيقى، مثلا براندنبرغ باخ الكونشرتات لمعالجة أوجاع الظهر، للصلع كمان اليوم خفض ضغط الدم، بالتالي الكونشيرتو موتسارت رقم 5 تبع البيانو. يعني كل هاي الامور وصفه طبيه موسيقيه ان شاء الله يكون كل اللي عم يستمع سجلها. عم نتابعه، عم نشوف كيف حتى العالم يعني اخر الدراسات قالت في تكوين الجنين الامراه الحامل لما تسمع موسيقى بالشهر السادس تدخل فيه الحمل. صحيح الشهر السادس اليوم في قطعه تسمع الام الموسيقى معينه بتسمعها كل يوم، فاللي بيوصل بالنهاية لما بيخرج الجنين، وأنا بعتبر دائما لما خروج الطفل إلى الحياة من الرحم وأول الصرخة، أنا بقول هي أول أغنية بيأديها بحياته، فلما أول نوتة موسيقية يعني تماما. فهو بالنسبة له أغنية، هاي الصرخة هي أغنيته. طلع على لما بيبكي الولد وبنرجع منحط الأغنية اللي كانت تسمعها الأم وهو الولد داخل الرحم، بيسكت لأنه بيرجع بيشعر بالأمان أنه في هذا المكان الآمن كذا. هذا الشيء بيأثر. فالتأثيرات الموسيقى اليوم كيف بتتكون،
كيف تتغلغل بالنفس. نفس الوقت كمان نفس الشيء انواع موسيقيه بتكون ضاره لسبب انا قلت انه ما في شيء اسمه موسيقى جميله وغير جميله. تمام، الموسيقى في موسيقى مفيده وفي موسيقى غير مفيده. تمام، الافاده تبعها بتختلف نسبها حسب انواع الموسيقى، والمضار ايضا تختلف حسب نسب معين. مجرد الحديث عن الموسيقى اليوم مع حضرتك مايسترو اندريه يمكن زرع البسمه على وجوهنا ووجوه جميع المشاهدين اللي عم يتابعونا. بالختام بدنا نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك وللجهود الكبيره اللي عم تقوموا فيها بالمعهد العالي للموسيقى. شكرا جزيلا، شكرا لك. شكرا لك مايسترو على الوصفه الطبيه الموسيقيه اللي عطيتنا اليوم. شكرا لك. ان شاء الله تسلم. اما هلا نور رح نروح لحمص، واللي احتضنت مجموعه من النشاطات هي بمناسبة اختتام أسبوع اليتيم العالمي واللي أقامتها جمعية لمسة شفاء بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية. تفاصيل مع مراسلتنا شيرين علي بالتقرير التالي. بهدف زرع الفرح بالقلوب ورسم الابتسامة التي تليق بأطفال سوريا، أقامت جمعية لمسة شفاء بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية بحمص نشاطا ترفيهيا بمناسبة اختتام فعاليات احتفالية أسبوع اليتيم العالمي، والتي شارك فيها 1200 طفل من مختلف دور الأيتام والجمعيات الأهلية التي تعنى بشؤونهم وشؤون ذوي الشهداء في حمص، إضافة لحوالي 200 طفل من دار الأمان لرعاية أبناء الشهداء في طرطوس. اخترنا هالسنة فعالية، رابع فعالية بنعملها على مدار السنين الماضية، هي رابع فعالية والحمد لله رجعنا البسمة لأهالي حمص. اليوم السابع من احتفالية اليتيم العالمي بسوريا واللي بتمتد من 1 إلى 7 نيسان، نحن كنا جايين نزرع الفرح بقلوب الأيتام فلقينا الفرح طلع بقلبنا نحن كل وقت التحضير للفعالية، ونحن حاسين قلوبنا طايرة، واليوم مثل ما شايفي مع هالولاد الفرحة أكبر بكتير. الفعالية مشارك فيها 12 جمعية، أحداهم جمعية دار الأمان من أيتام طرطوس، معنا 200 طفل كانوا بالفترة الصباحية. أتينا اليوم لنشارك في هذه الفعالية في ختام أسبوع اليتيم، وطبعا نعتبر نحن هذه الفعالية كما ترون من أعظم الأعمال، لأن فيها إدخال الفرح والبهجة والسرور على قلوب أبناء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر شهداء الجيش العربي السوري الذين قدموا دماءهم لحمايتنا وللدفاع عنا وللدفاع عن الوطن. لذلك العمل معهم والعمل في خدمتهم هو من أشرف وأعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وبما فيه خير الوطن وخدمة الوطن. اليوم الأطفال يفرحون يرقصون، هؤلاء أطفالنا أبناء شهداء الوطن، لابد من الاهتمام بهم ورسم البسمة على شفاهم. كان للمدينة الصناعية من الأدوار التي تقوم فيها هو دور اجتماعي بدعم هؤلاء أطفال الشهداء أبناء شهداء أبنائنا. وعلى مدى يوم كامل وفي صالة الشهيد غزوان أبو زيد علت صيحة الأطفال وضحكاتهم وهم يلعبون ويرقصون فرحا على أنغام الأغاني الطفولية، كما زادت الرسومات الملونة على وجوههم من بهجتهم وإشراقهم. الهدف منا رسم البسمة على اليتيم، لأنه بالحقيقة الأزمة نحن ولدت كثير من المشاكل عنا، واليتم كان أهم مشاكلها، فنحن بالحقيقة واجبنا الاجتماعي والأخلاقي انه نحن ندعم هالمشروع. جاي من طرطوس من مدرسه دار الامان لابناء الشهداء والايتام، واليوم عاملين لنا بمحافظه حمص فعاليه كبيره كثير حلوه للاطفال، اكلنا وشربنا ولعبنا، والله يديم الصحه والامان على سوريا. انا ساره الدنيا بنت الشعيد، اجينا على الحفله الحلوه عشان نلعب انا ورفقاتي، سلينا كثير الله يرحم الشهداء. وفي أجواء مفعمة بالفرح والنشاط أقيمت هذه المبادرة ولأول مرة في حمص، والتي ساهم بدعمها عدد من الفعاليات الاقتصادية في حمص والشركات الإعلانية من المحافظات السورية. من صالة الشهيد غزوان أبو زيد بحي الميدان في حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.
سلمى، كل يوم بنروح بجولة على آخر الأخبار الثقافية، والبداية لليوم مع افتتاح معرض شهر الكتاب السوري الذي تقيم وزارة الثقافة في جامعة دمشق احتفاء بيوم الكتاب السوري. تفاصيل وأجواء المعرض مع زميلتنا ريم سليمان. المعرض هو يقدم غلة الإنتاج في هذا الميدان، وصار تقليدا سنويا فيما يخص الهيئة بالتعاون مع جامعات القطر وخاصة جامعة دمشق، حيث لدينا في جامعة دمشق معرض دائم، بالإضافة إلى هذا المعرض في كلية الحقوق الذي يقدم ما أنتجته الهيئة خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى مساهمتها لهذا العام، وهو باكورة عملنا في ميدان الكتاب لهذا العام الذي يتوج بمعرض مكتبة الأسد إن شاء الله في الصيف أو الخريف القادم. معرض الكتاب يعني أنا شخصيا أراه استمرار للكتاب السوري، ولذلك أطلقت عليه وزارة الثقافة اسم شهر الكتاب السوري، يعني أول كتاب ربما، أو لنقل حتى لا نبدو مبالغين يعني في أهمية سوريا، لنقل أن من أولى الكتب التي وجدت في التاريخ كان الكتاب السوري، فقد وجد على رقم مختلفة طينية فخارية في غير مكان من سوريا كلها. وبالتالي وزارة الثقافة اليوم عندما تطلق يعني شهرا كاملا للكتاب يفتتح في مختلف مديريات الثقافة في القطر، فهي تواصل يعني إرثا مجيدا وجميلا. نحن اليوم افتتحنا المعرض قبل قليل، وفي اللحظة نفسها افتتح المعرض في مختلف مديريات الثقافة في القطر العربي السوري. رح نبقى بدمشق ومحطتنا التالية أيضا. شهدت مكتبة الأسد افتتاح المعرض الفني اللي حمل عنوان فرح الطفولة يجسد النصر، أقامته منظمة طلائع البعث تزامنا مع أعياد نيسان وانتصارات الجيش العربي السوري. مشاهد ومقتطفات من المعرض رصدت ليلينا شيبون، خلونا نتابع. نحاول أن نستثمر ما هو موجود من إمكانات وقدرات ومواهب لدى أطفالنا، نستثمرها في المجال الصحيح وفي المكان الصحيح. طبعا شعار هذا المؤتمر فرح الطفولة يجسد النصر، هذا الشعار يترجم ما هو موجود في ذوات وفي عقول وفي نفوس أبنائنا جميعا، يسقطون ما بداخلهم من حب وانتماء وتمسك بهذا الوطن وتقدير وتقديس لرجال الجيش العربي السوري وشهداء الوطن،
يعكسون ويترجمون هذا إلى أفعال وأعمال فنية. عندما نحضر هذا المعرض المتميز والذي يدلل بشكل كبير جدا على إبداعات وأفكار أبنائنا الطلائعين، وأيضا تنتابنا مشاعر السعادة عندما نهرى جهد زملائنا المعلمين الذين يرعون هؤلاء الطلائع ويعتنون بهم أيما اعتناء حتى يكونوا في المستقبل هم رجال الوطن وهم رجال الغد. بحب أني أشتغل أنا بإيدي، أنه بشوفها من كل الجهات، أنه هيك يعني بحب أنا هيك أشتغل. هلأ اشتغلت هاي فرقة رقص شعبي، وهون بدي ساوي مزارع. أنا عبساوي الراعي، وحبيت النحت لأنه هوايتي، حسيت النحت هي هوايتي، وعبساوي الراعي لأنه أسهل شيء وحلو. ننتقل لخبرنا التالي من دمشق، ننتقل إلى حلب، حيث أقامت الجمعية السورية للمعلوماتية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حفل ختام سباق المشاريع التقنية الذي ضم أفكار مصغرة لمشاريع في مجالات مختلفة ولفئات عمرية متنوعة. التفاصيل بتقرير مراسلنا وليد هناي. أقامت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حفل ختام برنامج سباق المشاريع التقنية. سبق الحفل معرض مصغر للمشاريع المشاركة في السباق، والتي وصل عددها إلى 49 مشروعاً مختلفة الأفكار ومتعددة الطرق والمحاور، منها ما اختصت بألعاب الأطفال وأخرى بما يحتاجه المكفوفون من عصا ونظارات إنذار عند الاقتراب من أي حاجز. اليوم عم نحكي عن سباق مشاريع تقنية. هالسباق هذا توج اليوم بمجموعة من الفائزين، لكن كل المشاركين هن كانوا فائزين لأنه الخبرة اللي أخذوها من أنه نبلشوا بفكرة بسيطة وبلوروها بعدين لتحولت إلى مشروع في جزء منه منجز لسه ما له ناضج 100%، هذا برأيي مكسب عظيم. التجربة مروا فيها المشاركين خلال أنها عبارة عن 49 مشروع، اليوم وصلنا لمرحلة نهائية بأنه اخترنا 8 مشاريع فائزة. اليوم عامل لعبة أنا بتجمع بين مفهوم التعلم ومفهوم اللعب. نحن حاليا بفترة الجيل عم نلعب ألعاب كتير غير هادفة لتضيع الوقت وإلى آخره، ونحن اليوم عملنا لعبة بتجمع هالقصص، مثل في عدة ألعاب مثل حل معادلات رياضية، حل أحجي. فعن هالطريقة هالقصة نحاول نعمل الألعاب هادفة حاليا في مجتمعنا للجيل الناشئ ليكون جيل واعي أكتر. يعني إحنا فكرتنا هي نظام لكشف العطل الإلكترونية، يعني أي جهاز في عطل إلكتروني بقدر جهازي إنه يكشف لي العطل ويعطيني على الخارج إنه هون في عطل. إنه نحن نوجد منصة للأطباء وللمرضى بنفس الوقت، يدخل يلاقي طبيبه، يحجز عنده، يختار موعده، فيصله تأكيد حجز من الطبيب نفسه، فبيروح المريض عند الطبيب في الموعد اللي هو اختاره بطريقة سلسة. وخلال الحفل تم إلقاء كلمات حول المشاريع المقدمة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وبنهاية الحفل تم إعلان نتائج عن 4 محاور شاركت بالمسابقة، لكل محور جائزتان ماديتان. للمركز الأول 500,000 ليرة سورية، وللمركز الثاني 200,000 ليرة سورية. هكذا يثبت أبناء سوريا أم الحضارات أن شبابها يحاربون الفكر الظلامي والإجرامي بالفكر الخلاق المبدع.
نور، هيك كانت جولتنا الثقافيه ورح نبدا بمحطتنا الصحيه لليوم. ومن اكثر المشاكل الشائعه عند الاطفال الام البطن. حوالي اكثر من 10% من الاطفال بالعالم بيذهبوا سنويا لزياره الطبيب بسبب الام البطن. اكيد سلمى، فلا يوجد اكثر ازعاج من الام البطن عند الكبار، فكيف عند الصغار الذين لا يستطيعون تحمل الوجع؟ اليوم مساحتنا الطبيه رح نفردها ونحكي فيها عن الام البطن عند الاطفال الحاده والمزمنه مع الدكتور مازن حداد، مدير مشفى الاطفال واخصائي في امراض الهضم والتغذيه عند الاطفال. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك على شاشه الاخباريه. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباحك دكتور. صباح الفل. يعني مثل ما حكينا بالمقدمه، تقريبا اكثر من 10% من الاطفال بيروحوا للطبيب سنويا بسبب الام البطن. لا. جمله بطني عم يوجعني جمله كثير بيسمعوها الاهل يوميا، خلينا نحكي عن اسباب الام البطن. نحن بنقدر نقول انه اكثر من 10%، يعني ممكن توصل احيانا ل 40-50% حسب عمر الطفل. منبلش من نزول ولادي عند الطفل، الطفل اللي بيرضع ارضاع والدي لحد 3 شهور في شيء بسموه مغص الرضيع، يعني هذا شيء فيزيولوجي عند الطفل. اهم شغله انه ما يكون عنده اقيئات للطفل، ما عنده توقف خروج غائط، عنده ألم بطني ناتج عن تناول حليب أمه للطفل لأنه نسبة عالية. هذا طبيعي، هذا شيء طبيعي نعتبره فيزيولوجي، هذا بده يضل لحد 3 شهور. بس أهم شغلة ما يكون عم يأثر عليه للطفل، يعني مو كل ما صار معه وجع بطن أو بكي الطفل، نحن عنا بنحكي بنقول يا جوع يا موجوع، وهن هدول التنتين غير موجودين، يعني لأنه الطفل إذا عم يزيد وزنه بشكل مزبوط وما عنده إقيئات، ما عنده توقف خروج غائط، ممكن يبكي بعد كل رضاعة الطفل ناتج عن الغازات اللي ممكن اللي تتشكل من حليب الأم أو سكر حليب الأم يلي هو اللاكتوز. لذلك هذا متركه بشكل طبيعي، بس أهم شيء نطمئن عليه أنه عم يزيد وزنه للطفل، هاي أهم شغلة عنا. إذا كان معه ترف حروري لازم نراقب، مو معناتها سببه مغص رضيع. إذا الطفل عنده إقيئات شديدة كمان هذا لازم نشوفه للطفل ونأكد ما يكون عنده أنتان مرافق. إذا كان فتاة ممكن يكون عندها التهاب مجاري بولية، وكثير شفنا حالات بعمر 4-5 أيام بسبب تشوه تشريحي موجود بالبولية، يعني جهاز البولي عند الأطفال، ممكن يعمل إنتانات بولية عندهم للأطفال هتقول لي. بيعمل ألم بطنية خاصة وقت بيعمل الطفل بول أو بيبي إذا بدنا نقولها، أثناءها بتلاقي بيتألم الطفل، هذا لازم نراقبه نحن. بس يعني دائما نحن قبل ما نقول إنه هذا مغص رضيع لازم نشوف نراجع الطبيب ونتأكد من هالموضوع، يفحص له أدانه، يفحص له بالعومه، يفحص له بطنه للطفل ما يكون عنده مشكلة عضوية، هذا بنسميه مغص الرضيع. بعد عمر 3 شهور بتبلش يعني الشغلات الثانية عنده للطفل، إذا بلشنا نطعميه بعض الأكلات اللي نحن ممكن نعطيه شوية زهورات، ممكن نعطيه شوية بابونج، أو نعطيه بعض اللحسات اللي بنسميه بلادنا لحسة لبني لحسة، هذا ممكن تعمل له اضطرابات هضمية وتعمل له آلام بطنية عند الأطفال. لذلك منظمة الصحة العالمية بتأكد أنه لا تعطوا شيء للأطفال قبل 6 شهور، لأنه حليب الأم كافي وافي عند الطفل مشان ما تعمل له مشاكل يلي هي جزء شكل من أشكال الألم البطني. بعد منها بتبلش الألم البطني عند الأطفال، إذا بعد 6 شهور ممكن توصل لحد السنتين. وقت ما بلش بالأطعمة هون، إذا كان سبب فيزيولوجي عادي عند الطفل نتيجة والله فرضا ما دش الطفل، هذا ممكن تعمله شوية كمان غازات في البطن. بيجي الأطفال الأكبر من هيك الأكل إذا عمله شوية إمساك ممكن يعمل له ألم بطني، هذا عم نحكي عن الشغلات العضوية. الشغلات الثانية اللي ممكن إذا كان في عنده التهاب مجاري بولية مثل ما حكينا، حتى الأطفال الكبار إذا عنده التهاب الأذن الوسطى، يعني دائما الألم البطني هو مفسر لشيء إما عضوي أو غير عضوي. إذا كان سبب عضوي لازم نفحصه للطفل ونتأكد منه، أما إذا كان السبب وظيفي حسب عمر الطفل، إذا في شيء بسموه تشنج كولون عند الأطفال الموجود مثل الكبار عنده، الشقيقة البطنية بنعتبرها من الشغلات الغير عضوية كمان من الشغلات الوظيفية عنده للطفل، تشنجات الكولون الوظيفية أو غير الوظيفية ممكن تعمل له ألم بطني عنده. تشنج كولون عند الطفل يعني موجود هذا، في آلام للبطن عند الطفل يمكن أول مرة بنسمع عنه. بأي عمر بيصير تشنج عادة؟ ببلش نحن بنعتبره تشنجات الكولون عند الأطفال بنعتبره هذا شيء وظيفي وليس عضوي، ببلش بعد عمر السنة من الطفل. بعد عمر السنة تختلف نحن الآلام، يعني دكتور حكيت أنت منذ الولادة للثلاث شهور في آلام، وبعد هيدا العمر شو الآلام يمكن البطن أو أوجاع البطن أسبابه فينا نحكي عنها أكثر؟ هلأ إذا كان سبب عضوي بدك تفتشي على كل شيء أنت. هلا نحن مثل ما حكينا بالبطن في شيء اسمه عقد مساريقية، اي انتان بالجسم بيتظهر بالام بطنيه عند الاطفال، ممكن يظهر باقيئات واسهالات عند الطفل. اما الطفل اذا عم تتكرر الالم البطني عنده
بدون ما يكون عنده ترفع حروري، بدون ما يكون عنده أقيئات، بدون ما يكون عنده توقف خروج غائط، هذا ممكن نحن ندخل بمجال الألم الوظيفي عنده للطفل. إذا كان فرضا شقيقة بطنية كيف نفكر فيها نحن عنده الأطفال، خاصة الأطفال اللي عمرهم 4-5 سنوات، هدول تيجي شكل نوبي ممكن تستمر ساعة كاملة عنده للطفل، هون ممكن يترافق معه مشان نتأكد منه. الطبيب بيسأل الأهل أنه عم يخاف من الضوء، أحيانا الضوء بصير يخاف منه إذا كان شقيقة بطنية، ممكن يحس حاله بده يتقايق الطفل، ممكن يصير عنده عاميا بيدش كثير، يعني هذا بيدش كثير، هذا شكل من أشكال الشقيقة البطنية. هو ممكن يراجع الطبيب، يحوله للطبيب عصبية، ممكن نعمله تخطيط دماغ، نقدر نشخص له إذا كان السبب شقيقة بطنية. أما السبب العضوي بصير فحص كامل للطفل، لأنه مثل ما حكينا أي أنتام بالجسم بيعمل له ألم بطني، التهاب الكبد بيعمل ألم بطني، التهاب البنكرياس بيعمل ألم بطني عند الأطفال. في عنا الألم البطنية المتكررة المزمنة يلي الطفل فرضا كل 4-5 شهور أو كل شهرين أو كل شهر بصير معه ألم بطني بيستمر لساعة كاملة، بصير عنده بيترافق بإقياءات وتوقف خروج غائط. هو لازم يفكر بمشكلة عنده للطفل، أنه ممكن يكون عنده سوء دوران بالأمعاء، نلجأ لإجراء صورة ظليلة للطفل نتأكد أنه أمعاءه طبيعية ولا لا. إذا كان في مشكلة سوء دوران بالأمعاء متقطعة بسموم بسبب انه الامعاء غير ثابته يعني بالبطن، لازم تكون هي ثابته، اذا كانت غير ثابته بتفتل وبترجع لوضعها الطبيعي، هو بنسميه سوء دوران متقطع. هذا لازم نعمل له عمل جراحي للطفل ونثبت له الامعاء مشان ما تتكرر معه القصه. يعني نحن لنقدر نميز عضوي ولا وظيفي. العضوي دائما اذا استمر الالم المزمن عنده للطفل معناتها لازم بيأثر على نموه للطفل، ما عاد يزيد وزنه للطفل بهيك حالات. هاي المؤشرات اللي من خلالها لقينا بطنه قاسي كثير للطفل، الوزن ايوه، عنده اقياءات مستمره ما عم خاصه اثناء فتره الالم، توقف خروج غائط طبيعي بيخرج كل يوم، صار كل 3-4 ايام لا يخرج الطفل، هذا معناته في مشكله عضويه لازم يراجع الطبيب ولازم تنحل مشكلته على السريع مشان ما ياثر على نموه للطفل. اما الوظيفي، هذا نحن بنحاول نطمن الاهل انه اذا ما كان شقيقه بطنيه، انه اذا ما كان عنده شقيقه نعمل له تخطيط دماغ ممكن نعالجه بهيك حاله. اذا كان عنده تشنج كولون بنحاول نبتعد عن بعض الاطعمه اللي ممكن تعمل له اضطرابات هضميه للطفل. نحن بعد العمر السنه الاولى من العمر او بعد مرحله الفطام في عندنا مرض بنسميه عدم تحمل اللاكتوز الخلقي نمط البالغين، انه الطفل ببلش خميره اللاكتاز اللي بتمتص خميره اللاكتوز، السكر اللاكتوز السكر الحليب، هذا بصير في تخمرات بامعائه وتعمل له كل ما بيشرب كاسة حليب. حتى نحن الكبار يمكن بتصور 70% من الشعوب العربية موجود هذا المرض عندهم، هو مرض وراثي بيعتبروه أنه بس يشرب كاسة حليب يا بصير معي مغص أو بصير معي إقياءات أو ممكن يصير معي وجع بطن بهيك حالة. طيب دكتور، لما نقول في حالة طفل مثلا عند الأهل غير أنه ما بده يروح على المدرسة الصبح، أنه بطني عم يوجعني، ألم متكرر يعني دون أي شيء بيرافقه سبب آخر، في وجع بالبطن، هون شو بيكون؟ وظيفي ولا عضوي؟ نحن نرجع منأكد عليه طبعا، أي ألم بطني بلش عنده للطفل وتكرر لازم نراجع يعني الطبيب. بعد 3 أيام فينا نقول إنه هذا ألم لازم يكون في مشكلة؟ يعني هلأ معلش بارح على عيادتي الخاصة إجاني طفل عمره 10 سنوات بلش بألم بطني عنده للطفل عمره 10 سنوات، فحصت له بطنه لقيت عنده مشكلة بالزائدة الدودية، عملت له تحاليل مع هذا قام طلع عنده زائدة، فحولنا للمشفى لإجراء العمل الجراحي له. يعني أي مرض صار عنده للطفل فجأة ترافق مع حرارة أو ترافق مع أقيئات أو توقف خروج غائط لازم يراجع الطبيب ليتأكد منه يعني طبعا، لأنه هذا معناته في عنا مشكلة. لما التكرارة بدون ما يأثر عليه للطفل، بدون إقياءات، بدون إمساك، بدون إسهال عنده للطفل، ما صار معه ترفع حروري، طبعا هذا ممكن نستنى عليه ما في مشكلة. يعني دكتور كمان خلينا نحكي شوي عن الأسباب اللي ممكن نقول هي نفسية، يعني في أطفال من كتر ما بيدعوا أنه في معنى وجع بالبطن ممكن هذا الشيء فعلا يصير معهم عادة وفعلا يصير عندهم وجع معدة؟ طبعا في عنا أمراض الهضمية كثيرة إذا نحكي، بس نحكي من ناحية النفسية عنده للطفل، يعني أكثر شغلة بتخوف الأهل هو الألم البطني. تمام؟ يعني إذا ما بده يروح على المدرسة بيقول له عم توجعني بطني، بتقول له حبيبي خليك بالبيت أنت لا تروح، هيك بتتكرر معه القصة. للطفل بتشربه شيء مثل ما حضرتك قلتي، بتشربه شيء سخن، عود ارتاح الولد طبعا لأنه ما راح على المدرسة. تمام؟ بس بتتكرر القصة الظهر أو المساء معناتها مو مشكلة نفسية، هي وحدة، هي أول شغلة. الشغلة الثانية أنه الطفل فرضا أحيانا نجبر أولادنا على الطعام
انه كل لازم تاكل، ما بصير ما تاكل، هاي الاكل ليش ما بتحبها، ليش هيك، لا نحن الطفل بنتركه يصير رده فعل، يصير عنده رده فعل، هو نفسيا بيقول لك انا بطني عم يوجعني مشان هيك ما بدي اكل. الاهل مثل ما حكينا كلمه الالم البطني عند الاهل بصير رعب، طعام قليل، يعني الاهل بيفرضوا على اولادهم مثلا يخلصوا الوجبه او ياكلوا وجبتهم بشكل كامل، لانه اساسا بيكون طعام اكيد يعني قليل خلال النهار. نحن بيهمنا الطفل اذا نموه طبيعي معناته عم ياكل كفايته من الاكل الطفل. يعني الطعام اللي عم ياخذه الطفل كفايه، يعني انا ما بقدر اجبره للطفل ياخذ اكثر من كفايته، بما انه عنده نمو نموه طبيعي، طوله طبيعي، وزنه طبيعي، خلص اموره منيحه، لازم نتركه على او راحته. يمكن في كمان اطعمه بيتضايق من الطفل فما بياكل وما بيحكي، مزبوط ما بيعبر او ما بيقول، صحيح صحيح، هذا بسموه عدم تحمل طعامي. يعني فرضا انا بدي طعمي فرضا فريز، ممكن يكون عنده الطفل حساسيه من الفريز، نحن بنسميه بالطب عدم تحمل طعامي، يعني عدم تحمل ماده الفريز، لذلك عم يعمل له وجع بطن ما بده ياكل. لذلك نحن اهم شغله نأكد عليه للطفل انه نموه منيح طبيعي، الطفل ما عنده اقيئات، ما عنده اسهالات، ما عنده ترفع حروري، هذا بنقدر نعتبره نحن وظيفي مبدئيا. بس اذا تكررت القصه لازم نراجع الطبيب ليتاكد انه مش ما عنده مشكله عضويه للطفل. اما المشكله الوظيفيه بنتركه بشكل عادي نحن. طيب دكتور، شو هي الاكثر الاطعمه يمكن شيوعا عند الاطفال اللي بتسبب مشاكل بالبطن؟ يعني لازم الاهل هلا عم يتابعونا يتجنبوا انهم يعطونا بشكل عام، لانه يمكن في ما فينا نقول قاعدة ثابتة، بس هي قاعدة عامة من خلال أنك دكتور أطفال يعني. صحيح. بعد مثل ما حكينا بعد عمر السنتين في شيء اسمه عدم تحمل اللاكتوز الخلقي نمط البالغين، يلي شرب كاسة الحليب. نحن بنحاول نجبر أولادنا أنه لازم تشرب كاسة حليب، لأنه الحليب مفيد، هو صحيح مفيد، بس في شيء اسمه مشتقات الحليب يلي هي اللبن واللبن والجبنة ما فيها لاكتوز، لذلك ممكن يعوض الطفل مثل ما بيحكوا أهالينا أنه بده كلس الولد، طبعا الجبنة واللبنة واللبن في كلس مثله مثل الحليب، وما في سكر اللبن واللبن والجبنة، ما في سكر اللاكتوز اللي ممكن يعمل له مغص للطفل، لذلك بنتركه على راحته. إذا ما بده يشرب حليب ما بنشربه كاسة حليب للطفل. الشغلة الثانية مثل ما حكيت الأنسة أنه نحن ممكن يكون عم ما عم يتحمل الأكل اللي عم يأكله. الأكثر الأطعمة اللي ممكن تعمل مثل داء الزلاقي اللي بعض بيتناولوا الخبز، اللي قلتها ايوه، الفريز، الشوكولا، هذا كله ممكن يعملنا الام بطنيه عند الطفل بسبب عدم تحمل للماده الموجوده. هذول بيختلف الاعمار اللي بتظهر فيها، يعني نحن عاده بعد عمر السنتين هي بتظهر. تماما، في اشخاص تظهر عندهم بعمر كبير، يعني بيكون شيء مفاجئ. يعني لا، هذا الشيء المفاجئ بيظهر، هذا بس عدم تحمل الطعام دائما ببلش بعد مرحله السنتين من العمر. لما نحكي عن الشغلات المفاجئه، هذاك التحسس العادي، في شيء بسموه تحسس مبكر، في شيء اسمه تحسس متاخر. يعني طفح الجلدي اللي بنلاقيه عند بعض الاطفال ناتج عن تناول ماده معينه ممكن تظهر مباشره، ممكن تظهر بعد 10 سنوات، مثل التحسس من البيض فرضا. في شيء اسمه تحسس مبكر ظهر هلا، ممكن بعد 10 سنوات يظهر. احيانا الاهالي بيرجعونا، طيب انا هذا ابني صار له 10 سنين عم ياكل بيض، ليش هلا باعوا حساسيه؟ هذا بنسميه نحن تحسس متاخر، بيظهر بعد مراحل متاخره من العمر عند الطفل. نعم دكتور، بدنا نتشكر وجودك معنا وكل النصائح اللي قدمت لنا اياها لليوم. نتمنى كل السيدات والامهات اللي عم بيتابعونا يكونوا سجلوها ليستفيدوا منها. شكرا كثير لحضرتك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور مازن حداد، مدير مشفى الاطفال واخصائي في امراض الهضم والتغذيه عند الاطفال. يمكن الحديث يطول لما نحكي عن الاولاد، بس وقت ما خلص. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. نور، محطتنا الصباحيه وصلت لنهايتها لليوم، ان شاء الله يا رب كفايه يوم مليان بالطاقه والخير والمحبه. اكيد خلوا عينكم على الاخباريه لمتابعه كافه واخر الاخبار واهم الاحداث على الساحه العربيه السوريه والعالميه. من هون لبكره تبقوا بالف خير، ودائما وابدا صباحكم عزوه نصر يا ابطال الجيش العربي السوري. نهارك سعيد. نهارك سعيد سلمى. رحلتنا الصباحيه وصلت للختام، واكيد تحيتنا بالبدايه والختام نوجهها دائما لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري. بكم النصر يولد من جديد كل يوم. الى اللقاء. باي باي. باي باي.